احلى صباح عليك يا رجاله، صباح الفل عليك. النهارده جينا نشتغل كده على الشراريش كده في ما بين البرك، وامر لله كده لو حاجه جت هنصورها لكم. امر لله، صباح الفل عليك. انا شغال بفرد، ثواني كده اصور لكم العزمه. شغالين في السرايا يا رجاله، فرد كده تحت الرصاصه في البرك. الحمد لله اول حته وربنا رزقنا بيها. احلى شراكيش يا رجاله، صباح الفل عليكم. شراكيش البركه يا رجاله، احلى صباح عليكم يا رجاله. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. واخدنا مكرونه كده يا رجاله، معلش انا مش شايف التصوير. انا طبعا شغال بالبوصه زي ما انا على الشراغيش، وعملت لينسه كده قلت اتسلى بيها جنب مني. خدت مكرونه كده اهو، ولو في حاجه ثانيه اصورها لكم. بامر الله شغاله يعني متصلحه. صباح الفول يا رجاله. رجاله كده خلصنا صيد الحمد لله، ربنا كرمنا الحمد لله بالشراغيش ده. وبامر الله كده هو فيديو قصير كده، وبامر الله الفيديو الجاي يبقى فيها سمك اكتر. بامر الله عارفين البحر يعني يوم كده ويوم كده وارزاق، بس احنا برضه بنسعى نجرب حاجه جديده، نشوف كده اماكن جديده وكده سوق جديده. وامر الله كده اللي جاي يبقى احلى. تحياتي ليكوا رجاله، وربنا يرزق الجميع يا رب.